حتى لو خسروني انا بقول 30 كرسي، ابقى شايف 6 اسر كل يوم. يمكن يبقى في تعاون مع وزاره التضامن، لسه ما اتكلمتش فيه، يعني نتكلم مع وزاره التضامن عشان كمان ما حدش يستغل ده بشكل عكسي برامج، يعني يقول لك استنصح يعني وبتاع. لا، يبقى عن طريق المجتمع المدني او وزاره التضامن او الجمعيات الاهليه، يعني هم اللي هيحطوا ايديهم على ناس نفسها، شرط نفسها تخش المسرح. هو قال لي جمله، قال لي يا استاذ محمد حتى لو دفعت 250 انا عشان اجيلك من شبرا لغايه هنا هدفع كام؟ واروح بالليل متاخر. فانا حسيت ان المسرح ايضا لابد ان يصل الى من لا يستطيع الوصول اليه، بس مش اللي معاه فلوس ومكسر من المشوار، هم دول اللي يستحقوا. وهيبقى عاده اتمنى الكل، مش الكل، اتمنى الدوله، مسارح الدوله لازم تشتغل بكامل طاقتها. والدوله مش شرط، مش هتكسب، مش قومي ما بيشتغلش قومي، ده كان بالضرب وارشف وبليه، كنا كطلبه واحنا في المعهد بنضرب بعض علشان نروح. لا، المسائل لازم نوصلها صح، ما بقاش مكان مناسب، وما عندناش خطه كافيه كامله، منظور كامل لمسائل الدوله. ممكن كلها الاوبرا عامله شغل عبقري، الاوبرا عامله ريبرتوار وبقى في جمهور متحوش في حصاله للاوبرا، متحوش، بقول عليه متحوش في حصاله، انه خلاص اللي هو بتعمل اي حاجه جاري عليها، فانت بتربي زبون، بتربي جمهور. فانا يمكن بده، يمكن اصل كمان ان نعمل كل شهر حفله كامله المسرح كامل مجانا لاسر. انا هي دي سعادتي، انك انت بتخلي القاعده دي، يمكن لما يبقى معاه فلوس يقدر يقطع اقل تذكره، حابب انه يقطع، يبقى واثق. على فكره انا اللي بختار جمهوري، مش جمهوري هو اللي بيختاري، بيختارني. دايما اقول ده من اول ما طلعت، قلت انا ممكن اكتب ايه فانيلا في الفانيلا، انا اخترت الجمهور. لما اكتب كارمن ويقولوا لي ما حدش هيديها، كارمن دي ما حدش هيديها، انا اخترت جمهوري. تاريخي هو اختار جمهوري النهارده، انزل يا فلان، انزل يا فلانه، تعالى يا فلان. هو ده اللي حصل في مصر هنا من 2017 في غزه البنات. من اول يوم حجز كومبليه والناس جايه وخايفين عشان عارفين طريقتنا، 7:30 دي هنقفل، فجايين بدري فبيستمتعوا بالمكان بره. فقلت يا ربي طب اسوق، اشوق المكان بره عشان يخشوا بسرعه عشان نبدا الرواية.